بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب صاحب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق حديث المؤلف رحمه الله عن النهي في عن الصلاة في أرض العذاب مثل بابل والحجر، ثم قال رحمه الله: ويوافق ذلك قوله سبحانه عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة مسجد الضرار أن جماعة من المنافقين بقيادة عامر الفاسق الذي اغتاظ من النبي صلى الله عليه وسلم وصار يعاديه ويسبه، وذهب إلى الشام ليؤلب عليه، فإنه كتب لأصحابه المنافقين بالمدينة في أنهم يبنون بناء ومكانا للاجتماع فيه للتشاور والتخطيط ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليجعلوه مركزا لهم ينطلقون منه ويخططون فيه مكرهم. هذه نيتهم، ولكنهم أظهروا خلاف هذا فسموه مسجدا، سموه مسجدا، وقالوا لأجل يصلي فيه الضعيف والعاجز وفي الليلة الشاتية والمطيرة. وهم قصدهم أمران: أولا أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء، أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء ويحولوهم إلى هذا المكان. الثاني أن يجعلوه مركزا للتخطيط الكافر والكيد للمسلمين. الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، فعلم مقاصدهم وكذب أقوالهم، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أصلي فيه، لأنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يصلي فيه لأجل أن يخدعوا الناس، ويقولون النبي صلى فيه. فهم ليسوا يقصدون محبة الرسول ولا محبة صلاته، وإنما يقصدون بهذا الخداع والمكر، وأن يروجوا على الناس من شأن هذا المبنى الخبيث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وحملهم على ظاهرهم، لكنه كان على أهبة الخروج لغزوة تبوك، فوعدهم أنه حينما يرجع يصلي فيه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكان من أمرها ما كان، ثم رجع منصورا مؤيدا وسالما هو وأصحابه. فلما أقبلوا على المدينة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: والذين اتخذوا، لأن السورة كلها في تعداد فرق المنافقين ومكايدهم، ثم ذكر منهم هؤلاء، فقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وهو عامر الفاسق الذي كان يحوك ضد المسلمين وذهب إلى الشام،
فهم أعدوا هذا المبنى لأجل إذا جاء أن يكون منطلقا له ولمن معه الكيد للمسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. شوف الخداع يعني يحلفون والعياذ بالله إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا رضي الله عنه والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذا ما نزل في شأن مسجد الضرار وفضح هؤلاء المنافقين. والشاهد من هذا أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، فدل على أنه لا تجوز الصلاة في مواطن الكفر، وأن النيات أصحابها تؤثر فيها، النيات الخبيثة تؤثر حتى في المباني والبقاع. فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من هدمه وأحرقه، أرسل من هدم هذا المسجد الضرار وأحرقه. هذه نتيجة الكذب والخداع والخيانة والنفاق والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال سبحانه وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه هذا مثال لنية الفريقين، نية أصحاب مسجد قباء وأنهم أسسوه على التقوى، ونية أصحاب مسجد الضرار وأنهم أسسوه على جرف هار ليس على تقوى. نعم. فالنية لها دخل، النية الطيبة لها تأثير في الصلاح والخير حتى في الأراضي والمزارع، ونية أصحابها تؤثر فيها بالبركة والنمى والإخصاب الخصب، ونية السوء تؤثر في الأراضي بالقحط وانقطاع وغور المياه ويبس الأشجار ونقص الثمار وغير ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فلا شك أن المعاصي والكفر يؤثران في الأراضي وفي الجو وفي الأرض وفي المياه. نعم. قال وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. نعم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه من يهدمه ويحرقه، فخرج منه دخان يعني غير عادي، مما يدل على خبث طوية أصحابه. ونعم. وأبو عامر الفاسق لم يكن من شأنه أنه رجع ولا. نعم. أبو عامر الفاسق الذي أرصدوا له. نعم، مات على الكفر. نعم. قال وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة. نعم. كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. نعم. الله جل وعلا ندب أي أمر بالصلاة في مواطن الرحمة والمساجد المؤسسة على النية الصالحة، فأمر بالصلاة في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام قد أسسه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والمسجد النبوي وقد أسسه محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى وقد أسسه إسحاق ابن إبراهيم،
عليهم السلام، فهي مساجد الأنبياء وبنيات صالحة، وسبقت فيها العبادة، فالصلاة فيها فضيلة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا عن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الأقصى عن 500 صلاة. وكذلك في مسجد قباء، فإن الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكان صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل سبت ماشيا ويصلي فيه، فيسن الذهاب لمن كان بالمدينة، لمن كان في المدينة سواء كان من أهلها أو قادما إليها، يسن له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن. كما نعم، هذا تفصيل واضح، لأنه قد يتوهم مما سبق. نعم، إن كل بلاد الكفر لا يصلى فيها ولا يجوز زراعتها ولا استعمالها، وهذا فهم خاطئ. إذن فالأرض على ثلاثة أقسام: قسم أمر الله أن يصلى فيه وأن ينتفع به، وهي الأرض الطيبة المباركة التي ليس فيها، لم يسبق فيها آثار كفر ولا عقوبات، وقسم نهى الله عن الصلاة فيه وعن الجلوس فيه، وهي مواطن العذاب، المواطن التي نزل فيها عذاب ولعنة، كديار ثمود ومسجد الضرار، وأراضي لم يرد فيها لا هذا ولا هذا، لا أمر بعمارتها والصلاة فيها ولا نهي عن عمارتها والصلاة فيها، فهذه أيضا من القسم المباح. الحمد لله، من القسم المباح. وغالب الأرض من هذا النوع، غالب الأرض من هذا النوع. نعم. قال: فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب، إذا جعلت مكانا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المساجد مكان بيعة كانت عندهم. نعم، وأمر أهل اليمامة أمر أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم. إذا أمر الله بتحويل مكان الكفر إلى مكان إيمان فإنه يفعل ذلك، كما في شأن مسجد الطائف، مسجد الذي يسمى مسجد العباس أو مسجد ابن عباس، فإن هذا يقال إنه في موطن اللات، في موطن اللات، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يجعل مسجدا، فحول من كونه مكانا للشرك إلى كونه مكانا للتوحيد والعبادة. وكذلك أمر أهل اليمن أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وأمر أهل اليمامة من بني حنيفة أن يجعلوا المسجد مكان بيعة كانوا يتعبدون فيها في الجاهلية، والبيع مواطن عبادة اليهود والكنائس مواطن عبادة النصارى. نعم، فإذا حول المكان من موطن كفر إلى موطن إيمان وتوحيد فلا بأس بذلك، لكن لا بد أن يكون على هذا الدليل من الكتاب والسنة. نعم، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة اسم مكان، قال له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه
ابن آدم. فالأصل أن مواطن الكفر ومواطن اللعنة والغضب لا يصلى فيها إلا ما دل الدليل على تحويله إلى مكان عبادة وصلاة وتوحيد، فإنه يفعل ذلك به تبعا للدليل. نعم. قال في الأول: مسجد الطائف أخرجه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم. نعم. وفي لفظ ابن ماجه: حيث كان طاغيتهم. نعم، لأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه كان من ثقيف، كان أميرا على الطائف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمره أن يحول مكان الطاغية وهي اللات إلى المسجد، إلى مسجد. نعم. قال تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. نعم. وفي بيعته اليمامة رواه النسائي عن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا بيعة. أي نعم. فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا، فقال: اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. الحديث إلى أن قال: واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالأذان. نعم. البيعة مكان متعبد أهل الكتاب سواء كانوا يهود أو نصارى، البيعة مكان تعبد أهل الكتاب. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالبيعة متعبد أهل الكتاب، وكان باليمامة شيء من ذلك، كان فيه بيعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحولوها إلى مسجد كما في نص هذا الحديث. وكونه صلى الله عليه وسلم أعطاهم من فضل وضوئه هذا للتبرك، ويجوز التبرك في آثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصلة عن جسمه عليه الصلاة والسلام من عرق ووضوء وشعر وما انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام لأنه مبارك. أما التبرك بآثار غيره من الصالحين فهذا لا يجوز، لأنه لا دليل عليه، ولأنه من وسائل الشرك. وكذلك التبرك بالبقاع والتبرك بالمباني وكل هذا لا يجوز، لأنه من وسائل الشرك. نعم. قال: وكان مسجده صلى الله عليه وسلم مقبرة فجعله مسجدا بعد نبش القبور. لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ورحب به الأنصار وصاروا يطلبون منه، كل حي يطلب منه أن ينزل عندهم ويأخذ بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام، قال: دعوها فإنها مأمورة. فتركها تمشي حتى جاءت إلى أرض المسجد وبركت فيه. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقامها ثم مشت وعادت وبركت فيه. الله أكبر. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استقر في هذا المكان، وكان فيه قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها وجعل مكانها مسجده صلى الله عليه وسلم الذي بركت فيه ناقته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل. فدل على أن أماكن الكفر تحول إلى أماكن إسلام، ولكن هذا تبعا للدليل. نعم. هذا تبعا للدليل. نعم. قال: فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب، فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها؟ إذا كان هذا نهي عن الأمكنة التي حل فيها العذاب بالكفار أن يصلى فيها أو أن يستراح فيها أو يجلس فيها، فكيف بمشاركتهم في أعمالهم الكفرية وتقاليدهم الفاسدة كما عليه كثير من المسلمين الذين يتشبهون بالكفار في توافههم
أشياء لا فائدة منها، ليس فيها فائدة إلا التقليد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي رواية: حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك تشبها بهم. فهذا من عجيب ما يفعله أو ما يريده الشيطان للمسلمين، أنه يغريهم بالتشبه بالكفار من أجل أن يحولهم من دينهم إلى دين الكفار شيئا فشيئا. فهذا وسيلة، هذا وسيلة إلى تعظيم الكفار وتعظيم ما هم عليه. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم، ونهانا عن التشبه بهم قطعا للصلة بيننا وبينهم في أمور الدين وأمور العادات التي لا فائدة فيها. أما الأمور التي فيها فائدة فهذه الأصل أنها للمسلمين: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فالأصل في المنافع أنها للمسلمين، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، الأصل أنها للمسلمين وليست للكفار، لكن لما تكاسل المسلمون عنها أخذها الكفار، وكان الواجب أن المسلمين يستردونها. فهذا ليس من التشبه، هذا من الأخذ بالمنافع التي خلقها الله لنا وأمرنا بأخذها. أما التشبه بهم في التوافه والأشياء التي لا خير فيها ولا فائدة منها ولا نتيجة لها، فهذا هو التشبه الممقوت، لأنه يدل على محبتهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ولو كان يبغضهم لما تشبه بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإنه إذا قيل هذا العمل الذي يعملونه لو تجرد عن مشابهتهم لم يكن محرما، ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه، فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعصية لو تجرد عن كونه أثرهم، ونحن لا نقصد التشبه بهم، بل المشاركة في العمل أقرب إلى اقتضاء العذاب من الدخول إلى الديار. قولهم إننا لا نقصد التشبه بهم، هذا من باب الاحتيال. النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء إنه يجب تجنبه، دون أن يقال نحن كذا ونحن كذا، الدخول في التفاصيل، أي الدخول في التفاصيل. أو الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن شيء إلا لحكمة بالغة، وأنت ولو لم تنوي فغيرك ينوي ويقتدي بك. وفتح الباب معروف، فتح باب الشر للناس، الناس يتسارعون إلى الشر أكثر مما يتسارعون إلى الخير، فهذا باب أقفله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز فتحه للناس بحجة إني ما أردت كذا ما أردت كذا. نعم. قال: فإن جميع ما يعملونه مما ليس من أعمال المسلمين السابقين إما كفر وإما معصية، وإما شعار كفر أو معصية، وإما مظنة للكفر والمعصية، وإما أن يخاف أن يجر إلى معصية، وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا. نعم، أعمال الكفار لا تخلو، إما أن تكون كفرا ومعصية، وهذا لا شك في مخالفتهم فيه، وإما أن يكون شعار كفر ومعصية، شعار كفر ومعصية، يعني علامة العلامة يتميزون بها عن غيرهم، علامة يتميزون بها عن غيرهم في لباسهم وفي أمورهم، وإما أن يكون يجر، لا ليس كفرا ولا معصية ولا شعارا، ولكن يجر، يجر إلى الكفر والمعصية، فتحريمهم من باب سد الذرائع وسد الوسائل. نعم. قال الشيخ: وما أحسب أحدا ينازع في جميع هذا، ولئن نازع فيه فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من حصولها في المكان. نعم، لا أحد ينازع في أنه يجب مخالفتهم في الكفر والمعاصي، ومخالفتهم في شعاراتهم وعلاماتهم الخاصة، شعارات دينهم كالصليب للنصارى
النجمة لليهود والشعارات الخاصة التي يتعبدون بها، نعم، يتخذونها شعارا على العبادة. العبادة لا شك لا أحد ينازع في تجنب هذا، ولا ما كان وسيلة، ولا ما كان وسيلة إلى، لكن قد يخفى على الناس أن هذا وسيلة، نعم، وإلا لو علم من هذا وسيلة وهو مسلم تجنبها. فأكثر الناس يؤتى من جهله، نعم، عن غير قصد، ولكن هذا ليس بحجة، ليس بحجة، فعل الجاهل وفعل ما ليس بحجة. وإلا فالمسلم الذي عنده إيمان لا يمانع، بل لا يتوقف في مخالفتهم في الكفر والمعاصي، ومخالفتهم في شعاراتهم، ومخالفتهم في الوسائل التي تفضي إلى أعمالهم الباطلة. إنما قد يخفى على بعض الناس شيء، إما أنه لم يبلغه النهي، وإما أنه لم يظهر له أن الدليل يتناول هذا الشيء، وإما لأنه لم يتبين له أن هذا وسيلة وأنه يؤدي إلى المحذور، فيقع فيما يقع فيه. نعم. إذن من الأفضل أن يجعل مبدأه التباعد عنهم، كما قال الشيخ، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. مخالفة، هذا هو الأصل، الأصل المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. تكرم بالشرح والتعليق صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.